امبارح النادي الاهلي حسم تاهله لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا بعد فوزه الكبير على سان جورج الاثيوبي برباعيه. كمان بيراميدز قدر انه يفوز على الجيش الرواندي بنتيجه كبيره جدا 6 أهداف مقابل هدف. النهارده احنا على موعد مع مباراه مهمه والكل منتظر ايه اللي هيواجه فيها الزمالك مع نادي ارتا سولار الجيبوتي في اياب دور ال 32 لبطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه. الزمالك هيستضيف النهارده نظيره. طبعا هتكون مباراه بكل تاكيد صعبه خصوصا بعد مباراه الذهاب اللي خسر فيها نادي الزمالك. هتكون على استاد القاهره الدولي الساعه 7 مساء. تفاصيل اكتر معانا على التليفون استاذ محمد مهدي الناقد الرياضي. يا استاذ محمد صباح الفل. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا منى، وصباح الخير على كل المشاهدين الكرام. يا اهلا بيك. انا عايز بس تدينا تصور كده للي حصل امبارح وتدينا قراءه للي حصل امبارح في المباراه. المباراه كانت مباراه الذهاب مباراه سهله على النادي الاهلي، لكن عمل حسابه واستعد بزياده للمنافس، وزي ما بنقول كده بلغه الكوره احترام المنافس كان مطلوب. ده اللي عمله بالفعل النادي الاهلي، والدليل على ده انه ما فازش فقط في هذه المباراه، لا بسكور كمان. يعني محمد ده الطبيعي اللي بيعمله النادي الاهلي في كل البطولات اللي بيشارك فيها، انه بيدي يعني كامل التقدير والاحترام لكل المنافسين، سواء بقى المنافس يعني ضعيف المستوى او قوي المستوى. فبالتالي النادي الاهلي بيتعامل مع المباريات كلها بجديه تامه، سواء بقى بتتكلم في دور ال 32 او بتتكلم في دور المجموعات او المراحل النهائيه. وده اللي حصل. صد الاهلي بتفوق بثلاثيه نظيفه في يعني مباراه الذهاب اللي اتلعبت ايضا في القاهره، في مباراه العوده الاهلي برضو يعني تالق اكتر وسجل 4 أهداف، فبالتالي تاهل الى دور المجموعات بصعوبيه في شباك سانت جورجي الاثيوبي. ووجه رساله لكل منافسونه يعني في دوري الابطال، لان النادي الاهلي سيظل هو يعني رقم واحد في افريقيا، بطل البطوله السابقه، وايضا الموسم ده يستعد بقوه عامل صفقات ثقيله، يعني جاهز بيقول لكل الانديه ان هو جاهز من اول يوم للتتويج بالبطوله مره اخرى. يعني الناحيه الثانيه بيراميدز طبعا عمل ماتش كبير جدا امبارح عن طريق مصطفى فتحي، وسجل 4 أهداف في مباراه واحده على الجيش الرواندي، ووضع قدمه برده في دور المجموعات. وبالتالي ان هي رساله قويه برده لبقيه الفرق، ان هو اول مره يشارك في دوري الابطال ولكن انه جاهز وعمل صفقات وتدعيمات. فبالتالي انه عندنا الفريقين المصريين اللي مشاركين في دوري الابطال الاهلي وبيراميدز ظهروا بشكل مميز وكسبوا بنتيجه مرتاحه جدا في الدور ال 32، واصبحوا جاهزين لدور المجموعات. القرعه ان شاء الله يوم الجمعه هتتعمل في جوهانسبرج في جنوب افريقيا، قرعه دور المجموعات سواء دوري الابطال او الكونفدراليه. والاهلي وبيراميدز بينتظروا يعني بقيه الفرق معاهم اول مجموعات، قد هم الاثنين نلاقيهم في مجموعه واحده وقد نلاقي كل واحد في مجموعه. كلمني عن الكروهات اللي حصلت امبارح. كهربا قفشه كهربا قفشه، بيسلم واستلم سلم واستلم. الاجوان اللي جت امبارح كانت الامور كانت ماشيه ازاي؟ يعني خليني اقول لك انه جزء مهم جدا في كره القدم هو العامل النفسي. لما يكون اللعيبه مرتاحه نفسيا مع بعضها يقدروا يادوا بشكل كبير. يعني شفنا حتى الثلاث ماتشات اللي فاتوا كان في تالق واضح من امام عاشور، وشفنا الثنائيات كانت مع بيرستاو او مع غيره الماتشات اللي فاتت. لا امبارح كان في قفشه وكان في كهرباء، كل واحد فيهم يعني هدفين، وشفنا كمان هدف. لينا فتره ما بنشوفش الاهداف، ان النادي الاهلي بيسجل هدف ضربه حره مباشره. فبالتالي ان هو يعني امبارح كان يومهم. كهرباء ليه كذا ماتش ما بيسجلش، غايب بشكل كبير عن الاهداف وكان متوتر ومتعصب جدا، ولكن هو قدر امبارح يرجع لتركيزه ويسجل ضرب جزاء ويسجل جول مميز بالراس. فبالتالي قفشه بيشارك على فترات، ولكنه امبارح يعني قفشه بيقول لكل الجمهور الاهلاوي انه لا، هو يعني هو ما زال لاعب كبير وبيصنع الفارق في اي وقت. بالتالي ان احنا بقينا نشوف الثنائيات دي مع ماتش الكرر عامل روتيشن بشكل كبير جدا في الفريق. يعني كل ماتش بنشوف انه الجانب الهجومي بيتغير مع كولر. طبيعي الاهلي بيشارك 3 4 5 يعني دوريات في نفس الوقت، ولسه عنده ضغط ماتشات بشكل كبير جدا. فبالتالي انه يجب انه كولر يعمل الروتيشن ده بين اللعيبه، خصوصا انه عنده يعني في كل مركز لاعب واثنين وثلاثه يقدر يستخدمهم زي ما هو عايز يعني. اكيد. طيب هل نتوقع مثلا انه ممكن يكون الاهلي وبيراميدز في مجموعه واحده؟ يعني كل شيء وارد في كره القدم، يعني هي قرعه مجموعه صعبه قوي. صعبه، ولكن هتسهل عليك ان يعني هتريحك الماتشين دول بدل ما تسافر وترجع. وشفنا قبل كده، شفنا الاهلي والزمالك في مجموعات مع بعض اكثر من مره في دوري الابطال في السنوات الماضيه يعني. ولكن يعني كل شيء وارد في كره القدم. ممكن بتحسبها ان بدل ما تسافر مرتين كمان ان انا هلعب لا ماتشات في القاهره
هريح لعيبتي، لعيبتي مش هتبقى مجهده من السفر، وفي النهايه انه بيصعد اول وثاني المجموعه، فبالتالي انه ممكن يبقى في فرصه كبيره للاهلي وبيراميدز هم يصعدوا من نفس المجموعه، هيوفر عليك في الدور يعني قبل النهائي انه ما يبقاش في مواجهه. مين فيهم يبقى اول مجموعه طيب؟ لا الاهلي طبعا، اصل ما فيهاش نقاش يعني. يعني طب لو اتكلمنا عن اللي هيحصل ومباراه الزمالك، احكي لي كده متخيل السيناريو هيكون عامل ازاي؟ بص الزمالك يعني نتكلم بصراحه انه الماتش بتاع الزمالك ماتش النهارده لا نقدر نقول فيه ان هو ماتش فنيات او جمال، في ماتشات كده تخلص برجوله اللعيبه واداء اللعيبه، لو لعيبه الزمالك عايزه تفرح جمهورها وعايزه تصالح جمهورها وعايزه تقف على رجلها لازم تكسب ثلاثه واربعه وخمسه، اللي هي في النهايه بتلاعب فريق ليس له لا ماضي ولا حاضر ولا تاريخ ولا لا يذكر يعني في القدم الافريقيه، ارتس بيس فريق ما يعني مالوش تاريخ في افريقيا، فبالتالي لا انت في النهايه نادي الزمالك بقى عملت صفقات ما عملتش صفقات، القيد بتاعك واقف ولا القيد بتاعك شغال، عندك مشاكل ماديه ما عندكش مشاكل ماديه، في النهايه انت نادي الزمالك الماتش في الملعب النهارده يعني بالظبط، هي الكوره القصه 90 دقيقه في الملعب وال11 لاعب بتوع نادي الزمالك يعني حتى لو اسوأ 11 لاعب في نادي الزمالك مش هيبقوا اسوأ من لعيبه ارتا سولار يعني، ففي ماتشات كده هي ماتشات اللعيبه مش ماتشات حد تاني بقى، لا نقول لا مدير فني ولا جمهور ولا تركيز ولا غيره، هي ماتشات اللعيبه عايزه تخلص نفسها وتكمل الموسم، فهي اللعيبه في النهايه تقدر تكسب اثنين وتقدر تكسب ثلاثه واربعه وخمسه، الفريق ده خسران من المقاولين العرب السنه اللي فاتت 9-0 او السنه اللي قبلها يعني، فبتتكلم انه لا الزمالك يقدر ان هو يسجل عدد كبير جدا من الاهداف، ولكن القصه متوقفه على رغبه لاعبي الزمالك واداء لاعبي يعني الزمالك. ما اسالكش على التشكيل يا محمد؟ لا مش فارقه بقى ايا كان التشكيل، ولا اسالك بقى التشكيل المتوقع ومتخيل هيحصل ايه؟ يعني خلينا نقول برضو ان الاوراق عند اوسيريو هي محدوده، ما بيقدرش يلعب كتير قوي في التشكيل بتاع نادي الزمالك لان هو يعني الورق زي ما بيقولوا على قد الايد يعني. الصبح في حراسه المرمى حمزه المسلوسي باك رايت، وعندك اثنين مساكين محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وحاتم سكر باك ليفت، وعندك اثنين في نص الملعب اوباما ودونجا، وقدامهم شيكابالا وابراهيم اناداي ومصطفى شلبي وسيف الجزيري المهاجم، ده التشكيل الاقرب لنادي الزمالك، ولكن هي القصه مش في تشكيل من وجهه نظري، القصه في اداء اللعيبه وفي رجوله اللعيبه، لو حضرتك يعني تتذكري السنه اللي فاتت في نهائي دوري الابطال الاهلي رايح معنويا كانه خسران الماتش، انه كسبان 2-1 في القاهره، الوداد يكسب 1-0 يكسب البطوله، ولكن القصه يعني حتى رغم الشماريخ ورغم الجمهور اللي كان يعني مالي الملعب انه لعيبه النادي الاهلي هي اللي جابت الكاس مش حد ثاني، فبالتالي انه في ماتشات هي اللعيبه هي اللي بتجيب الماتشات دي. اذا ارادوا لعيبه الزمالك ان هم يستكملوا البطوله يعني. طيب كلامك عن الفريق الجيبوتي مش معتمد فقط على التاريخ، ده كمان من خلال رؤيتك لادائه خلال الفتره الاخيره. يعني واضح احنا دايما يا مهدي ما بنركزش قوي في التاريخ، تاريخ البطولات للانديه، لانه في بعض الانديه بتلاقيها كبرت وطلعت مره واحده كده زي سان داونز مثلا، بقاله كام سنه في عز تالقه وما كناش بنسمع عنه قبل كده، فوارد ان يكون هذا الفريق فريق كبير، لكن واضح انك وانت بتتكلم مش بتتكلم فقط على انه نادي بلا تاريخ، لا ده كمان اداء اللعيبه خلال الفتره الحاليه اداء ضعيف. لا سان داونز وضعه مختلف، انه سان داونز خد كسب بطوله دوري الابطال، وسان داونز كل سنه الفرق بتعمل له حساب في دوري الابطال وبيوصل الادوار الاقصائيه يعني، فبالتالي لا وبتتفرج عليه في الملعب ومتصدر. ده دلوقتي يا مهدي، ده دلوقتي يعني، قبل كده ما كانش موجود، ما كناش نسمع عنه. لا انت بتتكلم من يعني 2016 سان داونز كسبان دوري الابطال. فبالتالي انه لا اسمه موجود في السوق وبيتعمل له حساب ومتصدر الدوري الجنوب الافريقي وبيكسب البطولات كل البطولات المحليه يعني كل موسم على النقيض. ارتا سولار مش موجود في مركز متاخر في الدوري الجيبوتي، ما شفناهوش يعني انجاز يذكر في الكونفدراليه، ما تواجدش في دوري الابطال، فبالتالي انه لا يعني كقبل كده ما كانش موجود، وكحاليا الحسنه الوحيده اللي اتعملت هو فوزه على الزمالك بثنائيه، ودي كانت حتى مفاجاه لكل الناس مش حتى بقول لك جمهور نادي الزمالك بس، لا مفاجاه داخل مصر وخارج مصر انه فرقه ضعيفه بالشكل ده تكسب نادي الزمالك بثنائيه، خصوصا يعني الجونين من اخطاء دفاعيه واضحه واخطاء لحراسه المرمى يعني. كل شكر ليك محمد مهدي طبعا، وبنتمنى التوفيق لكل الفرق المصرية المشاركة.